بسم الله وكفى، وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا أعنا على ما يرضيك من أمرنا، آمين يا ربنا يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وارضى واذكر في الكتاب، أي في هذا القرآن، والكتاب الذي موجود فيه كل ما قدره الرحمن. واذكر في الكتاب إسماعيل، اللي أغاظ أعداء الدين من نصرانيين وبني صهيون، إسرائيل عند خلق رب العالمين. واذكر في كتاب إسماعيل، قليلا أن تلقى ذكر إسماعيل عليه السلام على لسنة أهل الكتاب، لأنه يبغضوه، لأنه ماذا بيهم ما كانش، وزادوا كذبوا عليه، ما هوش هو وفديناه بذبح عظيم. سيدنا إسحاق عليه السلام، شوف الباطل وينوصل في حق الله، يوصل ما لا الله ثالث ثلاثة ولا الله ما لا تذكر نحن الأغنياء، وانت ماشي أرنا ربك أذهب أنت وربك قاتلنا هنا قاعدون، أنا قاعدين وساعتكم رق، وبالله العظيم نجمكم طلعوه طلعوه، لابد يفرجوا ربي على يدينا وعلى يدين من يشاء. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، الوعد الحق، ما لا تفضه الحق سبحانه وتعالى في كتاب الحق أي القرآن العظيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وماذا بعد يا ربنا؟ يا من وعدك حق، ماذا بعد؟ سنتطرق إليه في الشريط الآتي إن شاء الله.